سمو الأمير. أهلا وسهلا، شو جابكن لهون مريم؟ مريم ما لها علاقة سمو الأمير، أنا طلبت منا أنه نطلع. خير ما عملتي. مأمون أوغلو بالي بيك، بعتقد أنك سمعتي باسمه. أكيد يا أميرنا. كيف صحتك بالي بيك؟ إن شاء الله تكون منيح. عم بدعي لكم بالصحة يا سلطان. أنت شو عم تعمل؟ شو مانك شايف؟ أنت ما عم تطلع قدامه. سليم بيازيد، ما بصير تتخانقوا هيك. رح نقعد هون كمان فترة يا سمو الأمير، وبعدين رح ننتقل على قصر تاني، بس والدتي قالت لي إنه رح يكون قريب من قصركم. ممتاز، لكن رح نشوف بعض كتير. صحيح، مبسوطة كتير بوجودي معكن هون، أنا كنت وحيدة من قبل. الزمن عم بيمر بسرعة كبيرة، ما شاء الله ومرانا كبروا وصاروا قوايا. مزبوط، ولهيك ما تذكرتني إلي، علماً أنه لساتني بتذكر لما رحت من هون أنا كيف ودعتك. معقولة ما أشوفك مرة تانية؟ سلطانة، ما بدي تزعلي، كلها كم يوم وراح أرجع. سامحيني لأني نسيت يا سلطانة. مو مشكلة، أصلاً ليش تتذكرني؟ على كل انسى. أسمهان، خلينا نرجع، نحن لسه هلأ اجينا، اليوم بكفي هالقد، هلأ بينشغل بال السلطان علي. لوين رايح؟ استناني شوي. سليم حل عني أحسن ما فيش كل خلقي فيك. ها طب أنا شو دخلني؟ قلي مولاي السلطان هيك قرر. انت حكيت له شغلات مو منيحة عني، ولهيك قرر ياخدك على الحملة، وانت واحد خويف كتير والمفروض ياخدني إلي. احترم حالك يا بيزيد. انت غبي وبتخاف تحمل السيف، وكان لازم ياخدوني لإلي. اعتذر فورا احسن لك. ما بدي اعتذر. عم اقول اعتذر احسن لك وإلا شو راح تساوي؟ يلا احكي. راح تروح تشكيلي مثل الحريم للسلطان؟ سلطانة، هاي الخلطة ممتازة كتير، تعطي نضارة لبشرتك، رح تعجبك كتير. شكرا يا فخرية. سليم، دخيلك يا ربي، شو هاد؟ شو صاير معك ابني؟ حكيلي، قلي مين ساوى هيك بوشك؟ قول يلا بيازيد، ليش تخانقت مع سليم؟ لتكونوا تخانقتوا مشان الحملة. أخي سليم مانو أزكى وأقوى مني، أنا بستخدم السيف أفضل منه، أنا فارس أكتر منه، ليش أبي لياخده إلو؟ أنا صرت قايل لك 100 مرة، هو أكبر منك، شي طبيعي إنه ياخده. والله هالظلم، هو أكبر مني بس بسنة. شو رأيك تسكت وتبطل ولدنة؟ جاي الأيام ورح تروح معه كتير، بس المفروض تصبر. ابني بيزيد، في شي ما قدراني افهمه، كيف بتتجرأ وبتضربه لأخوك؟ انتو عطولي بتجي ضدي. أخوك الحق معه، ما بدي اسمع شي. انت لازم تحترمه لأخوك الكبير، مفهوم؟ اعتذر من سليم هلأ قدامي. انتو ليش دائما بتدافعوا عنه سلطانة؟ انت وبابا عطول بتطلعوني انا الغلطان، انتو ليش هيك بتكرهوني؟ يلا اعتذر. آسف أخي. شو ما سمعت؟ آسف كتير أخي. كمان أنت، يلا اعتذر من بيازيد. بس أنا ما غلطت أمي.
أنا آسف. ممتاز. وهلأ إذا بتتخانقوا مرة تانية، إذا بسمع من حدا إنكم ضربتوا بعض، العقاب رح يكون غير هيك. محمد أنت خد سليم شوي لبرا. بيزيد حبيب قلبي، تعرف ليش ما حياخدوك معهم على الحملة؟ انت هون في عندك يا عمري وظيفة اهم. انا عندي وظيفة؟ الكل رح يسافر بس انا رح ضل لحالي هون، واختك مريم كمان. انت رح تبقى هون وتحمينا مو؟ جهانجير أخوك لساته ولد صغير، أنا بحاجة لأمير ذكي وقوي مثلك يا حياتي. أنا بحاجتك. لطفي باشا، انت رح تروح على ايطاليا معك 10,000 جندي و10 من قادة الالوية. اول شي بتحرروا مدينة اوترانتو، وبعدين رح تاخدوا كل القلاع الصغيرة والكبيرة هنيك وبتفرضوا الامن عليها، وبعدين نحنا باسطولنا البحري رح نتوجه لمدينة اوترانتو. شوف شغلك يا لطفي باشا. بفديك بروحي يا مولاي السلطان، انا تحت امرك، وبوعدك اني ما رح ارجع قبل ما نفذ كل شي جلالتك امرتني بتنفيذه. ممتاز مأمون أغلو، رجالك الموجودين هلا بايطاليا كيف تحضيراتهم؟ عم يستنوا الاوامر يا سلطان، والطليان يلي واقفين ضد الاسبان وعدوا انهم يساعدونا. انا عطيت لطفي باشا كل المعلومات، وكمان خبرني الزلمه يلي كلفناه لحتى يراقب ويتجسس انه في تحركات باسطول البندقيه. تابعوا منيح كل تحركات اسطول البندقية، أحسن ما نوقع بين نارين. تحت أمرك مولاي السلطان. والله سمعت صوت ديب. كون مطمن يا سليم، هون بالمنطقة ما في دياب. أنا ما بخاف منه أصلاً، بحياتي ما شفت ديب، كنت اقرأ عنهم بس بالكتب. رستم باشا، كنت تحكي لنا عن الذئب المرقط، موجود منه بهاي المنطقة؟ والله يا سمو الأمير، ما في قطيع ذئاب بيشبه التاني. ربنا خلق كل نوع بيتلائم مع طبيعة المناخ والأرض مثل البشر بالضبط. خبرتهم كيف الديب بيصيد الكلب؟ لا يا مولاي، أنا بخبرهم القصة. قطعان الذئاب تنقسم عادة لفريقين اثنين، مجموعة كبيرة ومجموعة صغيرة بتهاجم الكلاب، وبس بدها تصطاد بتروح المجموعة الصغيرة على المكان اللي موجود فيه الكلاب وبتبلش تهاجمهم. بعد مناوشة قصيرة مع الكلاب بتتظاهر بالهزيمة وبتهرب. بهالوقت الكلاب بتظن انها انتصرت عليهم وبتصير تركض وراهم من دون ما تعرف شو ناطرة، لأنه المجموعة الكبيرة بتكون عم تستنى ومنتشرة على شكل هلال، وبتستنى قطيع الكلاب حتى تدخل جوات الهلال وبيسكروا عليهم بشكل كامل، ووقتها بيتحول الهلال ليصير دائرة
وبتكون الكلاب محاصرة جواته وبتفقد أي أمل بالنجاة، والذئاب بتحس بلذة النصر وبتصير تعوي. بعدين بتبلش المعركة وبيهاجموا الكلاب، بيقتلوها وبينهشوا لحمة بقسوة، وهنن فرحانين بنجاح لدن الذكية. مولاي بعتذر منكم. تعال مأمون أغلو، تفضل، في شي مهم؟ مولاي، من شوي مسكنا جاسوس بمقر الجيش. عرفتوا منه شي؟ اسمه جيوفاني، البابا بولس بعته لعنا، عم بيقول إنه البابا رح يشن حرب علينا وعم يحضر عدته وعتاده. رح نشوف شو رح يطلع معه. سليم، انت مين؟ يلا روح غسل وشك بسرعة. سمو الأمير سليم. شو اسمك يا جندي؟ وشو رتبتك؟ اسمي حسن يا أمير، أنا شاويش هون. أنت شلون بتتجرأ وبتضحك هيك على أمير؟ تعالوا ارفعوا فلقة لهذا الجندي. ليش هيك عم تطلعوا؟ يلا نفذوا الأوامر. سامحني سمو الأمير، أنا شاويش ومن الجيش الانكشاري، وما حدا بيقدر بيعاقبني غير إذا كان من الجيش الانكشاري. مين مفكر حالك؟ اللي واقف قدامك الأمير سليم، أنا أغا انكشاري ورح أعطيهم أمر برفعك فلقة، شلدوا 30 جلدة. نحن فتحنا أوترانتو وكاسترو وأوغانتو وعدد من القلاع يا مولاي. ممتاز، وصلوا تهانيه للطفي باشا، بهذا النصر أثبت أنه قائد جيش قوي وشجاع. تحت أمركم رستم باشا، لاقولنا طريقة مناسبة لنقل المدافع. بأمركم يا مولاي. بعد إذن جلالتك، خضر باشا بعت لكم رسالة يا مولاي وعم بيقول إنه الموضوع مهم. سلطاننا المعظم، هذه آخر التطورات في منطقتنا. لقد أغرقت البندقية سفينة من سفننا متجهة إلى أوترانتو بحجة عدم التعرف عليها، كما هاجموا سفننا التي تحمل سفراءنا الذين قمت بإرسالهم لطلب التعويضات، إلا أنهم اعتبروا ما حصل نتيجة خطأ وتعهدوا بمعاقبة قادة السفن المسؤولة عن ذلك. كما استولت سفن البندقية بقيادة أليساندرو كونتارين على مقرات قائد لواء غاليبولو، وقتلوا 300 جندي كانوا موجودين داخله، بالإضافة إلى وصول 43 سفينة بقيادة أميرال أسطول البندقية بيسارو إلى أوترانتو، إلا أنها انسحبت بعد أن أغرقنا واحدة منها.
ولكننا وجدنا في بعض الرسائل معلومات تفيد بأنه تم توقيع اتفاقية بين الأميرال شاركان أندريا دوريا وبيسارو. أنتظر أوامركم يا مولاي. بندقية ما نفذت الوعد. مولاي البندقية ما رح تتجرأ على هذا الشيء. هني غرقوا سفينة تابعة لنا بحجة إن ما ألقت التحية عليهم. بجوز هذا تصرف شخصي يا مولاي السلطان. سفير البندقية باسطنبول عطانا ضمانات إنه رح يحترموا الاتفاقية. لكان على شو عم بدل هذا الهجوم يا باشا؟ استولوا على مقر قائد لواء غاليبولو، قتلوا 300 جندي من جنودنا، وصلوا لسواحل أوترانتو بسفنهم. شو بتقول يا مأمون أغلو؟ مولاي إذا البندقية استمرت بالهجوم علينا رح نوقع بين نارين، لهيك لازم نتراجع فورا. فهمني الأسطول الفرنسي وين صار؟ ما عنا معلومات مولاي. بعتوا خبر للطفي باشا وكابودان باشا، خبروهم بتغيير الخطة، راح نهجم على البندقية. مولاي أفكر إنه من المناسب محاصرة جزيرة كورفو والمعروفة عندهم بالأدرياتيك. صحيح إنها قوية، بس إذا استولينا عليها رح تسقط البندقية بسهولة. شو رأيك يا إياس باشا؟ بجوز إنه تفتح لنا طريق البندقية، بس يا مولاي هاي الخطوة ممكن تضيع لنا وقت كتير. هاي الورطة أنت اللي وقعتنا فيها يا باشا، وهلأ عم تقلنا إنه ما بيصير ناخد هذا القرار؟ عفوا مولاي، بس أنا نبهتك أكتر من مرة وكنت دائما تقلي بندقية مستحيل تشارك بهالحرب. لطفي باشا، تأخذ جنودك وعدد كبير من المدافع وبتنزلون على كورفو فورا. تحت أمر جلالتكم يا مولاي السلطان. رئيس خضر، اتخذ كل التدابير الأمنية بالأسطول. أمركم مولاي. لطفي باشا والرئيس خضر رح يتقدموا ويستنوا مؤازرتك يا إياس باشا، وبعدين نحن رح ننضم لكم. رح نغادر هالمعسكر يا أمير، بكرة الصبح رح نروح. ليش لوين بدنا نروح؟ رايحين على الحرب، لهيك جهزوا حالكم. لازم تكون مستعد لأنه هي أول مرة رح تحارب فيها. رح تشوف روس وإيدين مقطوعة، ورح تشوف ناس كتير عم تتألم، بس أنت لازم تكون قوي لأنه هيك حياة الفرسان، بيقضوها كلها بالحروب. والله خجلت كتير هداك اليوم، معدتي وجعتني فجأة وتوترت كتير. الموضوع مو مستاهل يا أمير، هالشي بيصير كتير وخاصة بهالعمر. بالي بيك، هذا المكتوب وصل إلك من القصر. عن إذنك سمو الأمير. مولاي حسب الأخبار ما في وجود لأسطول البندقية بنو، قدرنا نحاصر قلعة كورفو بسهولة، والريس خضر باشا أخذ كل التدابير اللازمة بالبحر، بس البندقيين وصلون الدعم وما قدرنا نفاجئهم لأنه ما حسبنا هيك حساب. كانت الطرق محفرة والحواجز متينة، وكمان بسبب المدافع تبعهم ما قدرنا نقرب من الخنادق. قواتهم كلها بالقلعة يا مولاي، ولأنهم محاصرين ما رح يوصلون أي إمدادات، بس بالنهاية رح يكون النصر إلنا ورح نفتح كورفو، وبعدين رح نروح باتجاه روما مع كل قواتنا. بإذن الله يا إياس باشا رح ننتصر بهالحرب. خلوا القوارب كلها حوالين كورفو يا ريس، ما لازم يدخل ولا قارب لمساعدة القلعة. وزعوا قوارب كمان بعرض البحر، خبروني عن أي تحرك بيصير. أمرك يا حضرة الباشا. والله يا حضرة الباشا طلعوا أعدانا أقوى بكتير مما كنا نحن متوقعين.
البابا بولو ساوى اللي بده اياه، قدر انه يوحد كل ايطاليا ضدنا قبل الحمله، وضم له شاركانو فيرديناند. الجيش الصليبي اللي هرب من جيشنا اكثر من مره مهزوم، رجع من جديد يقتل ضدنا. ايه والله مزبوط، بس هالموضوع كتير منيح لنا، ان شاء الله رح نهزمهم وتكون نهايتهم على ايدنا ونرميهم بخندق واحد، ورح نرفع له راسه لمولانا، رح يكون النصر حليفنا باسرع وقت.